السلام عليكم متابعي دراما سبورت. اليوم مباراتنا مع منتخب فلسطين، لازم نفوز فيها بأي طريقة ممكنة. أنا ماني مقتنع بالتشكيلة، لكن هذا قرار مدرب ولازم نحترمه. المهم أنه نفوز كيف ما كان وشلون ما كان. على كل حال ما فيني أعرض المباراة على القناة لأنه الشغلة فيها حقوق نشر وحظر ومخالفة، وأنا ما بدي وجعة هالرأس. أنا متفائل يا شباب بهالمباراة وإن شاء الله رح نفوز. أهم شيء اللاعبين يركزوا بالملعب. حلوة هالهجمة. حرام. يلا أول دقيقة يا شباب. يلا يا سوما. لا لا حلوة العرضية، كتير ممتازة من فهد اليوسف، بس توقيت الطلعة تبع السومة ما كانت صحيحة. بتوقع السومة ان شاء الله يجيب الهدف الاول. اول 5 دقايق فرص خطيرة للمنتخب. يلا برافو. مين هذا؟ عمر خريبين. المنتخب الفلسطيني بيلعب بتقريبا بست سبع مدافعين من بداية الشوط الاول. اوه لا ما سيد الحكم. يلا يا نيزان. حلوة. نعم والله التسلل كانت واضحة، لأني تقريبا أنا متواجد على نفس الخط، فكانت وراي التسلل واضحة. أنا يلا يعني زام. كيف صده؟ برافو عالمي. برافو حكم. برافو. فول. يلا يا عمر. عمر خريبين، عمر السومة، ما في أي مشكلة. المهم بدنا هدف بهالتسديدة.